بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا رحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصي الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أيضا رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم ذكر رواية عن أمام بن منبه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر ولادها، فغزا فدنا من المدينة من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار تأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وهي هذا باب من أبواب الرزق، ومر علينا الكلام أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الغنائم، وهي ما تركها الكفار بعد حرب دارت بين المسلمين والكفار، فذهب وفر الكفار وتركوا هذا المتاع. هذه غنائم، هذه غنائم لم تحل الغنائم لأحد قبلنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يبقى أحل الله عز وجل لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلنا، لم تحل لأي أمة من الأمم السابقة، لنعرف ذلك الفضل والإنعام والإحسان من الله تبارك وتعالى. جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الغنيمة، وهي للعامة أي لعموم المسلمين من قاتل منهم. يبقى الغنيمة دي بتقسم على المقاتلين على الغازين، أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس كما بين ربنا سبحانه وتعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى خمس المغنم أساسا بيجنب، ثم بيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتفريق وتوزيع على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وأربعة خمسة غنيمة بترد على الغازين، بتقسم إلى أسهم وكل على حسب سهمه إن كان الراجل أو كان الفارس وكذلك الفرس. قال حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين من يستحق ومن لا يستحق، من يستحق ومن لا يستحق. فهي للعامة أي لعموم المسلمين. يبقى الغنائم دي مش هيتختص بالإمام ولا فقط، ولكن هي لعموم المسلمين أي ترد على الغازين أربعة أخماس الغنيمة. قلنا الكلام ده لما يكون هذه الغنيمة كنتيجة قتال دار بين المسلمين وبين الكفار، ولكن لو كان هناك التقاء بين الكفار والمسلمين ففر الكفار وتركوا المتاع، يبقى هذا فيء، هذا فيء، هذا الفيء بيعود الإمام وينفق ذلك الفيء حسب ما يرى ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، غير الغنيمة التي تكتسب كنتيجة قتال دار بين الكفار والمسلمين. فقال حتى يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين من يستحق ذلك ممن لا يستحق. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود فينا وسيء الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. الخير معقود فينا وسيء الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. ومر علينا هذه الروايات في الكلام عن الخير معقود فينا وصي الخير إلى يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس، أسهم للفرس. يبقى الأجر وغنيمة، الأجر يبقى ثواب الغزو وكذلك المغنم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، لا قيام لهؤلاء بعد ذلك. ودي طبعا علامة من علامات النبوة، وأيضا شريطة من أشراط الساعة، أن هذا لم يحدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وانفقت فعلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذا لك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا لك قيصر فلا قيصر بعده. وأقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقد انفقت فعلا في سبيل الله. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، منها أن الله تعالى أحل لنا الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فقال أحلت لي الغنائم. وذكر النبي
صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بالغنيمة إذا غزا من كان قبلنا ثم غنموا ذلك المال والمتاع، كيف تضربون في ذلك؟ فالله تعالى لم يحل لهم أن يطعموا من المغانم، ولكن لم يحل أن نطعم، لكنه لم يحل لأحد أن يطعم الغنائم إلا لهذه الأمة، إلا لهذه الأمة. لذلك قال أحلت لي الغنائم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. يبقى لو مات قتل شهيدا يبقى على ذلك وكان يقاتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قلنا يبقى قد نرى إنسان يبلي بلاء حسنا في القتال فقتل ذلك الإنسان، هو شهيد، هو شهيد يعني أنه قتل في الحرب، لكن عند ربي لا نعلم. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيلي، والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، الله أعلم بمن يقاتل في سبيلي. قلنا يبقى في أمر خفي لا يستطيع أن نصل إليه، وده أمر قلبي لا يطلع على ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمن يجاهد في سبيلي. قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيلي لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يبقى إما القتل في سبيل الله، وإما نحن نعود بالأجر والمغنم، وإلا أن نعود بالأجر والمغنم. فالله تعالى تكفل لهذا المجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، تكفل له ربنا سبحانه وتعالى إما أنه أن يدخله الجنة لو قتل في هذه المعركة وكان فعلا جاهد في سبيل ربه، أو أنه يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم ذكر رواية آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقوم: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا أحد أو لآخر اشترى غنما أو خليفات وينتظر ولادها. فبيذكر كده يعني مين اللي يخرج في سبيل الله، يبقى الذي لا ينشغل له بالا. قلنا لو كان إنسان يعني اقترب موعد البناء بامرأة فعلى ذلك بينشغل بذلك، أو كان حديث عرس فقد ينشغل بذلك، فأراد أن لا يخرج معه في القتال إلا خالي البال غير منشغل بشيء، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني لكن هو اقترب موعد بناء هذا الإنسان، عقد على امرأة اقترب موعد البناء وبالتالي جاء الخروج للجهاز في سبيل الله، فقال: لا يخرج معي ذلك الرجل. ليه؟ لأنه باله منشغل بما هو مقبل عليه، فهو أراد أن لا يخرج معه إلا غير منشغل البال، غير منشغل البال أو القاتل. فقال: ولا أحد بنى بيوتا ويرفع سقفها، لسه كده بيستكمل البناية فمنشغل بهذه البناية، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر ولادها، ينتظر كده اشترى بقرة حامل مثلا وبينتظر ولادة هذه البقرة، فعلى ذلك بقى منشغل بذلك، يعني معنى الكلام أنه هو يخرج غير منشغل البال، أراد أن لا يخرج معه في الجهاد إلا غير منشغل البال، زي ما احنا نقوله كده في الصلاة، يبقى يقطع الإنسان على إخوة بالدنيا ويقبل على رب سبحانه وتعالى غير منشغل البال، قلنا حتى لا يشوش ذلك على الخشوع. يبقى في الخشوع المطلوب أن أنا أساسا حنبعد ما يشوش علي ذلك الخشوع. وكذلك أيضا لما يغزو الإنسان يبقى لا يغزو إلا هو خالي البال غير منشغل البال. لذلك قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولا ما يبني بها، خلاص اقترب معه البناء ومنشغل بهذا الأمر، لا يعد بقى العدة كده للدخول بهذه المرأة، أو أنه هو حديث عرس فيبقى لسه يبقى له شوق أيضا إلى امرأته، أو أنه هو بنى بيتا ولم يرفع له سقفا فهو منشغل برفع ذلك السقف، أو أنه هو عنده أنعام وبينتظر ولادة هذه الأنعام، يبقى عنده انشغال. فقال فغزا هذا النبي
فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فنظر للشمس فقال الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. هي مأمورة، يبقى هذه الشمس مأمورة ومأمور، وبالتالي على ذلك يعني اتجه يا رب سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى. يبقى تغيير ما في الكون لا يقدر على ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف تحبس الشمس؟ كيف تحبس؟ ليس مقدور الإنسان ولا مقدور البشرية بأسرها، ولكن ربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى الإنسان دائما لا يعجز عن طريق الدعاء، لا يعجز أبدا بالدعاء، لا يعجز الإنسان بالدعاء. فإن كان من أمور المستحيلة، هذه مستحيلة في حق الإنسان لكن غير مستحيلة في حق الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال إنك مأمورة، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، والكل تحت قهره وتحت سلطانه. قال أتي أطاع عن أنكرا، قالت أتينا طائعين. يبقى مأمورة، أنا مأمور، اللهم احبس علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. فالله تعالى يستجيب دعاء من دعاه، يعني حتى لو كانت من هذه الأمور التي قد تستحيل عند عقل عند الإنسان، عقل الإنسان لكذا أن تغرب، ولكن هو أراد أن يغزو بفتح النهار، فطلب رب سبحانه وتعالى أن يحبس عليه الشمس فحبست حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار تأكلها، ودي كانت علامة القبول، علامة القبول أنهم يتموا تجميع كل الغنائم ثم تأتي نار فتأكل هذه الغنيمة، دي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم ذلك العمل. قال فجمع الغنائم فجاءت يعني النار تأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، يبقى في حاجة ناقصة أساسا، حد غل شيء، فكانت دي العلامة، قلنا لو جاءت النار وأكلتها يبقى على ذلك كان الأمر مقبولا. فلما امتنعت النار أن تطعم هذه الغنائم بعد تجميعها، فقال إن فيكم الغلول، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، يبقى في القبيلة دهيت، يبقى من كل قبيلة واحد، وبالتالي يصافح هذا الرجل، فعلى ذلك حتى لزقت يد ذلك الرجل بيده، يبقى فيكم الغلول في القبيلة بتاعتكم، يبدأ يبايع رجال هذه القبيلة، ففيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، يبقى اثنين من القبيلة دي أو ثلاثة فيكم الغلول، هم اللي أخذوا غلوا من هذه الغنيمة، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، يبقى دي علامة القبول. ثم أحل الله لنا الغنائم، يبقى كيف كان بيصنع بغنائم من سبقنا؟ يبقى كان يقول تجميع الغنيمة ثم تأتي نار فتأكلها، دي علامة القبول. أما بالنسبة لهذه الأمة فكان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه أحل لنا الغنائم، أحل لنا الغنائم، فكما قال سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، هذا باب من أبواب الرزق. قال ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا عجزنا فأحلها لنا. ثم ذكر الباب التالي، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، على من تقسم الغنائم؟ على المقاتلين الذين شهدوا الوقعة، يعني لا يحجز منها شأن لمن كان خارج الغزوة أو الوقعة. فلذلك قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، لكن من كان خارج يبقى من المقاتلين خارج هذه الغزوة خارج هذه السرية يبقى ليس له حق بهذه الغنيمة، غير الصنف الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء يبقى دي دول خارج أساسا الغزو لكن لهم ذلك الحق والنصيب المقدر كما بيانه ربنا سبحانه وتعالى. وعلم أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة والرسول وذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى دولة ترى يكونوا من الغزين، لا خارج، يبقى ده القدر ده خارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتوزيع وتقسيمه كما يرى. فلذلك قال في رواية عن عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قيبر. وكذلك قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، يبقى لا يقسم من كان خارج الغزو، لا يقسم إلا لمن كان خارج الغزو، يبقى أربعة أخماس الغنيمة
بترد على الغازين اللي هم أساسا يبقى كانوا في الغزوة، كانوا في هذه الوقعة، ولكن لا يقسم لغيرهم إلا لما يجنب هذا الخمس، وده لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلم وللمساكين كما بينا. ثم ذكر الباب التالي، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، فذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، هو كان يقاتل من أجل أنه لو ظفر على العدو يبقى له نصيب في المغنم، فما قاتل إلا للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، يذكر من شجاعته ويتكلم بشأنه وكذلك على فضل قبيلته وفضل قتال غير ذلك، ويقاتل ليرى مكانه، في قلنا في الإقدام والشجاعة، من في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. يبقى الجهاد في سبيل الله ايه معناه؟ ايه معناه؟ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يبقى فعلا لم يخرج لا لمغنم ولا لكي يذكر ولا لكي يرى مكانه، ولكن ما خرج وقاتل إلا لكي تكون كلمة الله العليا. يبقى دي اللي بيفرق ما بين كل أمور، دي النوايا ما بداخل الإنسان. يبقى الكل خرج، لكن كل خرج كل يعمل على شكلته حسب نية هذا الإنسان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما افتتح ذلك المصنف لما إنما الأعمال والنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله الرسول فهجرته إلى الله الرسول، كانت هجرته إلى دنيا صبية أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مجر، الهجرة على هجرة، هجرة في الظاهر كده يبقى بتتساوى، لكن إيه اللي فرق ما بينها؟ يبقى عمل القلب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا صبية أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مجر، يبقى الهجرة واحدة. ولذلك بما هذا المجموع كله خرج لجهاد في سبيل الله، هذا فيما يبدو لنا، لكن منهم من خرج للمغنم، منهم من خرج ليذكر، منهم من خرج ليرى مكانه، يبقى منهم من خرج عصبية، يبقى كل ده. فمن يطلع في سبيل الله هي أمر يعني مقيد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى احنا نقوله ده خرج يجاهد في سبيل الله، هل يا ترى لما احنا قلنا ده خرج يجاهد في سبيل الله هل في سبيل الله فعلا حقا؟ ده أمر احنا لا نعلمه، لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. يبقى لأن عمل القلب، أي عمل في الظاهر يفتقر دايما إلى عمل القلب، يفتقر إلى عمل القلب، فده يتوقف على عمل قلبي على وجهتي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لما أصيبوا بما أصيبوا به في أحد: يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، حتى قال بعض: والله لا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. يبقى إلا لما نزلت الآية دي قلوب، ولا يطلع على ما في قلوب العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك نحن نحتاج دائما إلى طهارة القلب وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لا تقبل ولا تقدم على عمل إلا بعدما تنقي النية تماما، تنقي ما بداخلك تماما. كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الإنسان ينتبه كده دايما، بنحتاج إلى رعاية القلب، صيانة القلب دايما، بنحتاج إلى تعاهد القلب، يعني يتعاد لسان القلب. احنا دايما بنتعاد ممكن العمل في ظاهري، بتعاد كده ان انا هنخرج الصلاة بصورة يعني صحيحة، ولكن دايما كما نتعاد كده يعني الاركان في مسألة الصلاة بنتعاد القلب ايضا، تعاد القلب
يبقى القلب قلنا حتى لا يكون هناك شاغل بيعوق القلب في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. فأنا زي ما أنا بأجمل وأزين الظاهر كده محتاج أن أنا أجمل وأزين ذلك الباطن، محتاج أن أنا أصون القلب، أتعاد القلب. تعاد القلب دايما زي ما الإنسان بيتعاد الثياب كده، يتعاد الجوارح، بيتعاد أيضا القلب. فلذلك من في سبيل الله يبقى خرجوا كلهم لو نوايا، ده أراد أنه يشرب المغنم، وده أراد أنه يذكر، ده أراد أن يرى مكانه، ده خرج عصبية. مين في سبيل الله؟ هذا هو قيد كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو سبيل الله. يبقى من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من غزية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا عجل لها ثلثي الأجر. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غزية تغزو فتغنم، يبقى انتصرت وغنمت مالا، إلا عجل لها ثلثي الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يخرج الإنسان، ما هو المغنم حياته هياتي، الواحد لو فكر بس قليلا كده اللي خرج للمغنم ده، فلو خرج نقى القلب وفعلا كان في سبيل الله ما يغنم حينال من المغنم ده، لكن لو خرج المغنم بس ملوش أجر ولا ثواب، لأنه ما خرج إلا من أجل الدنيا. يبقى الواحد لما يفكر كده قليلا اللي هو بيطلب المغنم، ما أنت المغنم ده يعني نتيجة من نتائج الجهاد في سبيل الله، لما نجاهد وننتصر على العدو ونظفر بذلك العدو ويكون في مغانم، ما أنت أحد المقاتلين فهتغنم، لك سهم أساس. فلكن هو لو وجه النية للمغنم فاتوا ذلك الأجر، يبقى اللي هو بيطلب الآخرة ما بيفوتوش الأجر ولا تفوت الدنيا برضه، يعني مش بيفوتني الأجر أهو ولا تفوت الدنيا. هل يا ترى الذي يجاهد تكون كانت رؤية العليا وحدث النصر وظفر على العدو وغنم ذلك المال، هل هو هيحرم بقى من المال؟ لا، المغنم ده هيقسم، واحد من يقسم للمغنم، لكن اللي هو وجه النية للمغنم بس يبقى خسر ذلك الأجر، أجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان ينتبه، اطلب دائما كده، لما تطلب الآخرة هتأتيك الدنيا وهي راغمة. يعني هتأتيك، هل يا ترى لما بنطلب الآخرة هتفوت عني الدنيا؟ مش بتفوت الدنيا، ولكن ده يعني من يعني نقول العقل الضعيف للإنسان هو يفكر بذلك الطريق. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني هو طلب الدنيا، قال ان هو باع الآخرة وطلب الدنيا، هل يا ترى الدنيا هيعطى من الدنيا حسب ما يشتهي ويتمنى؟ لا والله، لن يعطى من الدنيا إلا بما قدر الله تعالى. طب اللي طلب الآخرة هل هيحرم من الدنيا؟ نقول لك لا والله، ده هتأتي الدنيا راغمة، والله تعالى يعطيه ما قدر له من ذلك. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يطعم بحسناته في الدنيا والآخر، أتته الدنيا وهي راغمة. يعني حنجد أن الإنسان اللي هو بيعيش في سعادة في الدنيا، سعادة حقيقية، هو الإنسان المؤمن، يعلم يقينا كده أن الدنيا آتية آتية وهي راغمة، وما قدر له من رزق سيأتيه لا محالة، وبيسعى سعي من طلب الرزق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر له ذلك الرزق. لكن يا ترى نواياه، يبقى وجهته دائما لرب سبحانه وتعالى بالعمل، تأتي الدنيا راغمة وهيبقى في سعادة غامرة، غير اللي هو يكون إنسان هم الدنيا. فالله تعالى يجعل فقر ذلك الإنسان بين عينيه، مهما أعطي من الدنيا يرى في نفسه الفقر والعوز. يعني مهما أعطي من الدنيا حرناه في حاجة وفي عوز، وبالتالي هو طلب الدنيا وأعطاه الله عز وجل مثلا من الدنيا وقدر له ذلك، فمهما أعطاه يشعر بالفقر والعوز والحاجة، فلا يشعر بسعادة أبدا ولا بالرضا. لكن المؤمن اللي هو بيطلب الآخرة يرضى عن رب سبحانه وتعالى، ويرضى بما قسم الله تعالى له من رزق. يبقى باب شاسع، يبقى الإنسان لما يطلب الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يجعل غنى هذا الإنسان في قلبه. الإنسان بيطلب الدنيا يجعل ربنا سبحانه وتعالى فقر هذا الإنسان بين عينيه، يبقى بين عينيه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يبقى ده في تعاسة ما بعدها تعاسة، هذا في تعاسة ما بعدها تعاسة، مع أنه يعني جمع من المال يعني الكثير، ولكن هو يعيش في تعاسة.
كما قال تعس عبد الدرهم، يعني بيبقى حريص جدا على جمع المال. نقول احنا ما ننظره كده عنده من المال ما يكفيه، بل ما يكفي اجيال تأتي من ذريته، ولكن هو يعني ما زال يعني في نعم شديد جدا، وكأنه في عوز وفي فقر شديد، طالب للدنيا، عبد للدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعني لو أصيب كده بشوكة نقول يا رب ما تخرج منه، خليه يتألم كده، خليه يتألم. يبقى نقول على ذلك لا ينعم أبدا، ولكن هو يعيش في كبد وفي نصب شديد جدا على الرغم من هذا الغنى الذي هو عليه، لكن هو يشعر بالفقر. فلذلك قالت من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى لذلك اللي حدث مع الصحابة رضي الله عنهم في أحد، إيه السبب؟ دائما نحب نرجع له، ودائما لازم نتذكر، لازم ناخذ العبرة والعظم، يعني ناخذ العبرة والعظم. ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. الكلام ده فين؟ ده من القلب، اهو خرج للمغنم، خرج من أجل أنه هي لما ننتصر هيبقى لي سهم، والسهم ده يبقى على ذلك حننفقه على كل ما أحتاج إليه. يبقى قد يكون الإنسان في فقر وعوز، فلكن لما خرج يخرج ليه؟ تكون كانت وضع عليا حياتي ذلك المغنم، غير لما يكون طلب المغنم فعلى ذلك فاته ذلك الأجر والثواب. قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. ذكر رواية عن عبد الله بن أبي مليك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من دباج مزرورة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء معه ابنه المسور ابن مخرمة، مسور ابن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعوه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله أزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. فبيذكر لنا الإمام البخاري رحمه الله الترجمة باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، يبقى من أموال، لما يقدم عليه أموال أو غير ذلك يقوم بقسمتها، هنا غير الأموال التي يغنموها في الحرب بأربعة أخماس ذلك ترد على الغازين والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما كانت بتأتي الهدايا أو العطايا أو غير ذلك كيف كان يصنع؟ كان يقوم بتقسيمها بين أصحابه، بين أصحابه ينظر إلى من يحتاج ثم يقوم بتقسيم ذلك أو يتألف بها قلب من شاء. قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويقبل من لم يحضره أو غاب عنه. قال في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وديت إليه أقبية من دباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة رضي الله عنه، فقام على الباب فقال ادعوه لي، أي طلب من ولدي أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة، كان عنده غلظة في القول كده وغلظة في الطباع، فكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تأليف القلب، يبقى ألف قلب مخرمة نوفل رضي الله عنه، قلنا ده تأليف لقلبي، تأليف لقلبي، قلنا مع أنه في خلقه شدة، يعني حتى اللفظ كده لما قال ابنه ادعوه لي، ادعوه لي، يعني عنده جفاء، عنده غلظة في القول، عنده شدة في الطباع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتويه، لم ينفره، ولكن احتواه، يعني يستوعب، كيف يستوعب هؤلاء؟ رجل مسلم، فحتى لا يفتن، فخبأ له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. ثم معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقوم بتقسيم هذا المال الذي يأتي إليه،
يبقى على الحضور فقط، ولكن قد يخبئ شيئا لمن غاب عن هذا المجلس، كما في هذه القصة قال ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه، كهذه القصة قصة مخرمة ابن نوفل. ثم ذكر الباب التالي، باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.